يوم 15 ابريل بالليل ظهر تسريب كده بيقول ان بلايستيشن 5 هيدعم دقه 8K، وتعاملنا مع الامر كانه مجرد حاجه بتتقال من الحاجات الكتيره جدا اللي بتتقال عن بلايستيشن 5 او المنصه الجديده اللي جايه بتاعت سوني، لان ممكن جدا ما يبقاش اسمها بلايستيشن 5. المهم بقى ان بعد التسريب ده او الاشاعه دي بيوم نزل مقال على موقع وارد عن لقائهم الحصري مع مارك سينري، هو مصمم العاب اشتغل على حصريات كتير من حصريات سوني وشغال حاليا على ديث ستراندنج، بياكد التسريب ده بالاضافه لمعلومات كتيره ثانيه عن مواصفات بلايستيشن 5. بلايستيشن 5 مش هينزل في 2019، وده كان متوقع من زمان قوي ان الجيل الجديد من سوني هينزل في سنه 2020 اللي هما بينزلوا جيل كل 7 سنين، وبالطبع هيدعم تقنيات كتير جديده في عالم الجرافيك واداء الالعاب. بس انا عايز اتكلم شويه عن موضوع ال 8K ده. شاشات ال 4K لحد دلوقتي ما انتشرتش الانتشار الكبير جدا اللي يخلي الشركات تقدر تدعم دقات اكبر منها، واكبر منها بضعف البكسلز كمان. لحد دلوقتي البي سي على دقه 4K دوبك بيجيب 60 فريم، ففي الغالب موضوع دعم ال 8K ده في بلايستيشن 5 هيكون اب سكيلينج بالظبط زي دعم ال 4K في بلايستيشن 4 برو اللي هو برضه اب سكيلينج، لكنه على الاقل هيكون نيتف 4K، ودي حاجه مبهره جدا على فكره. المعالج هيكون كالعاده من اي ام دي، وبالتاكيد هيكون من معماريه رايزن الجديده بتاعتهم، بالاخص زين 2 بدقه تصنيع 7 نانومتر. معالجات قويه جدا وتشغل جيمز بسهوله قوي، وتدعم دقه 4K مستريح من غير اي مشاكل اداء بينه وما بين الجي بي يو، اللي هيكون برضه من اي ام دي، من معماريه جديده لسه ما نزلتهاش اسمها نيفي، واللي هتكون بتدعم ري تريسنج زي كروت ار تي اكس من انفيديا بالظبط. بما ان بلايستيشن 5 هيدعم ري تريسنج وكمان دقه 4K، فخلاص السنه الجايه ممكن تكون بدايه نهايه الجيمنج على بي سي. فشاركونا في الكومنتات هل قوه هاردوير المنصات ودعمها لتقنيات جرافيك قويه هيكون خطر على بي سي، ولا دايما البي سي هيكون متقدم تقنيا؟ واحسن راي هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. نرجع بقى للري تريسنج. دعم الري تريسنج هيكون في الصوت كمان مش في الصوره بس. فالري تريسنج هيستخدم لتحديد اتجاهات الاصوات عشان تكون صوت محيطي جوه انجن اللعبه اذا كان بهيدفونز او نظام صوت 7.1، ودي حاجه اصلا لسه مطورين العاب ما عملوهاش، لان تكوين الصوت محيطي جوه انجن اللعبه من غير ري تريسنج لحد دلوقتي مش كل المطورين عملوه. ممكن على سنه 2020 التقنيات دي تكون اتعملت، لكنها مستحيل تكون انتشرت بشكل موسع وهتكون لسه في بدايتها. فمعنى كده ان سوني ممكن تزود فتره المنصه الجديده لاكثر من 7 سنين، لانهم كل 7 سنين بينزلوا جيل جديد. فبلايستيشن 4 نزل في 2013، فالجيل اللي بعده هيكون بعد 7 سنين في 2020، وده لحد دلوقتي بيحصل زي التوقعات بالظبط. توقعاتنا ان بلايستيشن الجديد هيكون قوي جدا لدرجه انه ممكن يستمر لفتره اطول من 7 سنين. بلايستيشن 5 هيكون اول بلايستيشن يدعم الباكورد كومباتيبلتي، لكن مع العاب بلايستيشن 4 بس، لكن العاب بلايستيشن 3 او 2 او 1 مش هتشتغل عليه. يعني لو انت عندك اسطوانات بلايستيشن 4 ممكن تلعب على بلايستيشن 5 بجرافيك واداء افضل، لان سوني مش هتستغنى عن النسخ الفيزيائيه من الالعاب. مايكروسوفت خلاص بدات تستغنى عن الاسطوانات وبتوجه انها تخلي منصتها الجديده من اكس بوكس ديجيتال بس من غير اسطوانات، انما سوني هتدعم الاسطوانات عادي جدا، ودي حاجه كويسه قوي لمحبي تجميع الالعاب، لان العابهم القديمه اللي على شكل اسطوانات الخاصه بلايستيشن 4 مش هتكون مجرد حاجه تجمعها، بل هتكون شغاله عادي جدا على بلايستيشن 5 وممكن تلعبها كمان. بالنسبه بقى للكنترولر، فاعتقد ان كنترولر بلايستيشن 4 ديوال شوك 4 هيشتغل عادي جدا جدا وهيكون مدعوم بشكل كامل على بلايستيشن 5. بالاضافه طبعا للكنترول الجديد، احتمال يكون في تاتش سكرين في مكان التاتش باد بتاع الدول شوك 4، وده ممكن يبقى اسمه دول شوك 5 مثلا واسم جديد خالص. التسميات لسه مش اكيده، بما ان الجيل ده من بلاي ستيشن شكله لحد دلوقتي مختلف عن العادي بتاعهم، فالتسميه كمان ممكن تكون مختلفه، مش لازم يكون اسمه بلاي ستيشن 5. بالنسبه للالعاب المدعومه، فكل العاب بلاي ستيشن 4 القديمه او الجديده هتكون شغال عليها عادي جدا، وكمان اي العاب معلن عنها تنزل في 2020، اهمهم مثلا لعبه زي ديث ستراندنج. والالعاب دي مش هتكون حصريه للبلاي ستيشن 5 بس، بل هتكون مدعومه كمان على بلاي ستيشن 4 كعرض سوني في نزول اي منصه جديده بيدعموا القديمه لفتره معينه. شاركونا بقى في الكومنتات توقعاتكم للبلايستيشن الجديد، هل هتشتريه اول ما ينزل ولا هتكمل بلايستيشن 4 فتره لحد ما يكون في عروض او باندلز عليه؟ واحنا كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك، لو انت جديد في القناه اول مره شفنا يا ريت تعمل سبسكرايب، ولحد الفيديو اللي جاي سلام.